تنجح مهما كان اللي قدامك عارفه. طيب كابتن حضرتك اتنقلت بعد مستر ديفيد ديفيز مسك نادي الشرق الاماراتي، والحقيقه انت عملت معاهم مواسم جامده جدا. يعني انا اسمع وعارف من خلال طبعا زمايلي في الاعداد ان هم ما كانوش عايزينك ترجع وكانوا متمسكين بيك جدا. النهارده انت عملت ايه؟ يعني ايه اللي انت طبقته وايه اللي استفدته مع 3 4 سنين اعداد عشان تبقى مدير فني رحت طبقته مع نادي الشرق الاماراتي؟ هو الاول بس يعني قبل ما اروح الشرق الاماراتي، انا كل اللي انا كنت خبراتي وانا لعيب كانت حاجه، واول كل بقى اللي انت بتكتسبه وانت لعيب وخبرات اللي كنت بتجهز نفسك حاجه، واللي انا اتعلمته من ديفيد حاجه تانية خالص طبعا، واسلوب الشغل. ومش مع يعني مش يعني مش ناس كتير عارفه الموضوع بيشتغل ازاي، بتشتغلوا ازاي، ولازم بتبداوا ازاي. انا يمكن كنت محظوظ، يمكن اشتغلت مع ديفيد ان هو بداه من الصفر. فرق كبير قوي لما تيجي تبدا من الصفر او تبدا تيجي تلاقي فريق عارف انت بتعمل ايه. زي مثلا اخوان حاجه، اخوان مرحله، وديفيد حاجه. ديفيد بدا من فروم ذا سكراتش، ده من تحت كمان من تحت. يعني كان ساعتها بدايه المشروع. فطبعا كان بادئ، وكان عمل مجهود كبير جدا ان هو ياسس الموضوع ده. وان الاهم من كده ان اللعيبه تصدق. هو حتى كان بيقول لك اهم حاجه دلوقتي ان اللعيبه تبقى مصدقه اللي احنا بنعمله، وعشان تبدا اهم حاجه اللعيب يصدق. مش موضوع ان هم بيشتغلوا، ان هو لازم اللعيب يفهم يؤمن بنفسه، يؤمن بفريقه. فاللي بعد كده لما رحت الامارات الموضوع ده قابلني مشاكل كتير قوي فيه. رحت على الفرقه، خلينا نتكلم بتفاصيل. رحت على الفرقه كانت ترتيبها كام؟ لا لا, يعني لا نادي الشرق طول. لا نادي الشرق نادي بطل. نادي الشرق على فكره نادي في اسيا، من اكبر انديه في اسيا. نادي بطل عايزين، كان بيلعب فيه بقى له موسمين تقريبا. كان بطل الدوري بقى له 4 سنين. نادي كبير، بس هو كان عاوز يكسب اسيا. فلما جم يتكلموا معايا هم كانوا الهدف الرئيسي ان انا اروح ان انا اسيا، اكسب اسيا. فانا لما رحت قلت لهم عايزين نكسب اسيا، في حاجات معينه لازم نعملها ونشتغل عليها. الموضوع ده مش سهل، وطبيعه اللعيب الاماراتي كمان مش بتاع ان انت لعيب بيتعب وتحطه تحت في سيستم وتحت ضغط وكلام من ده. فكان الموضوع صعب جدا يعني. بس الحمد لله عملت معاهم مجهود كبير وشغل كبير جدا، والفريق شكله اتغير الحمد لله. بكده ما صادفنيش الحظ ان انا العب اسيا، لان كان وقتها وقت كورونا. صح. المرتين السنه الموسمين اتلغى، اسيا اتلغت اياميها ما اتلعبتش. ف على المستوى المحلي كسبت الحمد لله 7 بطولات من 8. ما شاء الله عملنا ماتشات كويسه جدا. جه في الاخر ما اتفقناش، وجالي بقى العرض اللي هو بتاع المنتخب فرجعت. طب خليني بقى اروح بقى للمحطه الاخيره. انا بطلع منك محطه لمحطه وبسيكونس معين عشان اطلع كل حاجه عندك. يعني النهارده